هذا وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم بذكرى قيام الاتحاد تحت شعار روح الاتحاد، وهو شعار مستوحى من اللقاء التاريخي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مع أصحاب السمو حكام الإمارات للإعلان عن اتحاد الدولة. الثاني من ديسمبر لعام 1971 هو ليس مجرد تاريخ محفوظ في ذاكرة الأيام، بل هو حكاية وطن وشعب، وحكاية تأسيس وإنجاز، وحكاية قادة وطموح، وحكاية قلب وفكر تمخض عنه روح الاتحاد في تلك اللحظة التي التقى فيها حكام سبع إمارات ليعلنوا عن بزوغ فجر الاتحاد. وفي تاريخ ليلة الاتحاد اكتمل قمر الإمارات السبع حينما أضاء نورها في ذلك اللقاء التاريخي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وتوج بإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الصورة الخالدة في أذهاننا جميعا، تلك التي تجمع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهم يقفون لالتقاط صورة تذكارية أمام علم الدولة الحديثة عقب إعلان بيان دولة الاتحاد. انقضى من عمرها اليوم 49 عاما من عمر مسيرة العطاء التي امتدت طوال تلك العقود بين الإمارات السبع. ومنذ عام 2011 تصدر مشهد الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي شعار يحمل القادة المؤسسين عليه كلمتان تختصران مفهوم الوحدة والاتحاد في أسمى تجلياتها، إنها روح الاتحاد، الذي بات منذ ذلك العام شعارا رسميا للفعاليات كافة في مختلف إمارات الدولة، والذي يحكي سيرة شعب ورث العزيمة والإصرار عن أجداده وكيفية ارتباط قلب وفكر كل إماراتي وإماراتية بذكرى يوم الاتحاد الذي أرخى ترابط الدولة مع بعضها، لتبقى قوة الاتحاد اليوم بالقوة نفسها التي بدأت عام 1971. إعادة اختيار شعار روح الاتحاد لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي يأتي اليوم ليرسخ الذكرى 49 لروح الاتحاد الخالدة في نفوس أبنائه وأشقائه تحت سماء الإمارات العربية المتحدة.